تعالوا بقى بعد يعني الحقيقة بما ان احنا لسه بنتحدث عن الاطفال، انه المدارس بدأت والدراسة الحقيقة زي ما هي ليها طبعا حاجاتها الحلوة، والتواصل مع الولاد، بينزلوا مع اصحابهم، بيشوفوا زمايلهم، بيدرسوا، ولكن اكيد برضو ممكن يبقى فيها، مش ممكن، اكيد ده طبيعي انه الاطفال ممكن يسلكوا مع بعض سلوكيات غير مرغوب فيها او سلوكيات فيها مشاكل، فتبدا بقى المدرسه تتواصل مع اولياء الامور انه اطفال بتتنمر على اطفال، اطفال عندها مشاكل سلوكيه. فطيب ازاي انه اهيئ الاول الجزء ده من النصيحه هينقسم لجزئين. اول حاجه الطفل البيبي اللي لسه بيروح مدرسه، هل التعامل معاه ازاي؟ لانه متعود ان هو يقعد مع بابا وماما في البيت، فهو دلوقتي بيخرج لعالم اخر. طيب الجزء الثاني الاطفال اللي متعوده تروح مدرسه، طيب ازاي ان احنا نعلمهم سلوكيات واخلاق حلوه يقدروا ان هم يتعاملوا بيها مع زمايلهم بعيدا عن القاء الاوامر والتعليمات المباشره. ده سلوك الحقيقه خاطئ جدا جدا بيرتكبه بعض اولياء الامور، انه بيدي الاوردر بشكل مباشر. لا، ازاي ان احنا نغرز الاخلاق الجميله في اولادنا من غير ما نديهم تعليمات مباشره؟ ده هنعرفه من ضيفنا الدكتور جمال عبد الباسط، استشاري طب الاطفال. صباح الفل على حضرتك يا دكتور. صباح النور يا داليا، اخبار حضرتك ايه؟ صباح الخير على حضرتك دكتور. في البدايه البيبيز الصغننين اللي بيروحوا حضانه او مدرسه وبدات، فبيبقى عندهم لسه حاله استغراب من العالم الجديد، ازاي ان احنا ناهله؟ طيب ده سؤال جميل الحقيقه يا داليا. بص يا داليا، هو المشكله اللي بتقابل الاطفال البيبيهات في البدايه هو سلوك الانفصال عن امه، اللي هو ما بقاش متقبل الانفصال ده. فازاي ان احنا نوصل بالتدريج لمرحله اللي هو يتقبل الكي جي او الحضانه؟ في البدايه الموضوع ممكن ياخد مننا وقت، لان بعض الامهات بتعتقد ان هو المفروض اللي هو وانس اللي هو نزل الحضانه خلاص يبقى الامور بالنسبه له تمام وما فيش عنده اي مشكله خالص. تمام. تمام. الموضوع هياخد وقت مننا شويه. الام بس عليها اللي هي تصبر، وعليها اللي هي تتاكد ان هي حاطه ابنها في الحضانه المناسبه، لان في مش عايزين نخش في مهاجمات او الى اخره، بس نتاكد ان بيتم التعامل مع الطفل التعامل الامثل، صحيح، مش مجرد اللي احنا ايه اسكت يا ولد اسكت يا بنت ومش هنتواصل مع الطفل، او نجبره على الالتزام او الصمت اثناء وجوده في الحضانه. اتفق جدا مع حضرتك. تمام كده. النقطة الثانية يعني أنا يعني أرحب جدا بالحضانات اللي هي التربوية، اللي هي بالفعل بتساهم بنسبة كبيرة جدا في النشأة أو وضع السلوك الصحيح للطفل منذ الصغر. فالموضوع هيعتمد على الحضانة مع وجود التربية الجيدة في البيت. دي نقطة في غاية الأهمية. أوكي. تمام. طيب اتفضل. اقول له ايه يعني طفل عنده 4 5 سنين، ابدا اقول له ايه الجمل اللي تاهله؟ الجمل اللي تاهله اللي هو يتقبل الحضانه. يعني هنقول له ايه مثلا؟ هو ده طفل بيبي هيبعد عن حضن مامي، نقول له ايه وبيعيط ومش عايزها تمشي؟ نبدا ازاي ان احنا ناهله؟ تمام. اولا احنا ما ينفعش اللي احنا نفاجئه، احنا صاحيين الصبح يلا نروح الحضانه، ايه ده في ايه؟ لا، انا لازم اللي انا يعني يكون في اعداد للخطوه دي من بدري. افرجه على فيديوهات لاطفال في الحضانه، اروح اودي الحضانه واروح اقعد بنفسي معاي يوم هناك. اوريه بنت خالته او بنت عمته او قرايبه اللي بيروحوا الحضانه ومبسوطين واخدين الشنطه واخدين اللانش بوكس واللانش باج، فالامور تبقى بالنسبه له فيها فضول ان هو عايز يعمل الموضوع ده. اوكي، التقليد، ان الطفل بيحب يقلد البيبي تحديدا الصغير. طيب الفضول يا دالي، الفضول. ما هو الفضول هيخليه يقلد، يعني الفضول. مظبوط. طيب الجزء الثاني بقى، خلاص الاطفال الكبار اللي بيروحوا مدارس، طيب في سلوكيات يعني زي التنمر، الحقيقه دي من ابرز المشاكل اللي الاطفال لما بيتواصلوا معايا وبيبقى عندهم الحقيقه يا دكتور هزه نفسيه قوي لما بيلاقوا زمايلهم بيتنمروا عليهم، سواء لشكل او سواء لفكره هو مختلف عنهم، سواء يعني فكره انه انا دايما احكم على غيري او اقول انه في عيب، ازاي يعني اقاوم ده؟ تمام. انت حضرتك بتتكلمي من الجهتين، الطفل المتنمر والطفل المتنمر عليه. طبعا الاثنين مهمين علاجهم. طيب
احنا يجب ان احنا نعرف يا داليا ان الطفل المتنمر بنسبة كبيرة جدا ضحية لحد تاني بيتنمر عليه. سواء من البيت او من المدرسة. تمام؟ لان الطفل عبارة عن مقلد لقدوة. والده قاعد بيضربه بيتنمر عليه، كلمة انت فاشل بيسمعها كتير طول الوقت، فالولد بيحس او البنت بتحس بان في مشكلة عندها، في شورتج، في نقص في شخصيتي. يبقى يجب ان كل الاخرين في زمايلي يكونوا عندهم نقص كمان. فانا هتنمر عليهم نتيجة لمشكلة فيهم. واذا يعني على رأي المثل، اذا ما لقيتش للورد عيب هتقول له احمر الخدين، فهو هيطلع كده كده للطفل اللي قدامه المتنمر عليه عيب. أوكي. قادر ان هو يطلع عيب. اوكي. تمام؟ فدي نقطة يجب ان احنا نبحث عن سبب ان خل ايه اللي خلى الطفل ده متنمر ونبدأ نعالجها، مش نواجه الطفل ونكبته. وانا يعني مش هكبته اسيبه يتنمر على خلق الله، لا. انا لو كبته هيبقى عنده مشكلة تانية سلوكية اسوأ من التنمر. وهي؟ وديفر بقى هيخش بمرحلة عنف. في مرحلة انحرافية، فانا عايز اعرف ليه الطفل متنمر؟ ليه يا حبيبي انت بتقول لاصحابك كذا؟ انت شفت حد عندنا بيعمل كذا؟ اراقب سلوك المدرسين معاه هناك في المدرسة، في الحضانة. اراقب سلوكي حد انا شخصيا كأب وأم بيتنمر عليه. ممكن فضل. الام اراقب سلوكي انا شخصيا كأب وأم، ممكن اكون انا من غير ما ادرك بتنمر مع عن قرايبي، عن زميلاتي، عن اصدقائي، فالطفل بيسمع وبيقلد زي ما حضرتك قلت. طب الطفل بقى اللي بيتلقى التنمر، اللي هو يا حبيبي مهزوز نفسيا، ما عندوش دعم. بصي بقى، الموضوع ده شقين. يجب رقم واحد ان انا ادعم شخصية الطفل ده بان ادافع عنه قدام الطفل المتنمر واخد له حقه، بس بنسبة لا تصل الى 100%. علشان خاطر اعوده ان هو يقدر يمشي في الدنيا دي اللي هي بتبتدي بالمدرسة وبالحضانة، بانه يبدأ ازاي يرد على الطفل المتنمر. هل الرد على الطفل المتنمر عبارة عن رد هجومي، ولا استبس وخطوات ان احنا في البداية نتجاهل؟ لان بنسبة كبيرة جدا المتنمرين لما يلاقي اللي قدامهم بيتجاهلوهم بيطنشوا. تمام. طبعا الموضوع ده مهم جدا يا دكتور، واحنا خدنا من حضرتك نصايح كده سريعة للسلوكيات الخاصة، وحضرتك يعني حطيت كده فوكس على نقاط مهمة. فكرة انه لازم احنا ناخد بالنا من تصرفاتنا، لانه الطفل في الاول وفي الاخر هو بيقلد، هو بيبقى المرآة للاخرين، فده نقطة مهمة، سواء الطفل اللي بيتنمر او اللي بيتنمر عليه. بشكر حضرتك الدكتور جمال عبد الباسط، استشاري طب الاطفال، موضوع مهم جدا، بياخد طبعا اوقات واوقات وحلقات، ودايما هنفضل كده مركزين في هذا الموضوع، ان احنا دايما يعني ندي نصايح سريعه لاولياء الامور والاطفال، انه ازاي يعدوا من اي مشاكل سلوكيه بتواجههم.